ده حتى الأموات والشهداء كمان يا أستاذ محمد لم يسلموا من جرائم الاحتلال، حتى بعد دفنهم يتم نبش القبور ويتم استخراج الجثامين وسرقة الجثامين، يناقشون اليوم في الكنيسة قانون لإعدام الأسرى. خلينا الجزئية بتاعت الجثامين دي كمان أنا عايز أخدها برضو مش من منطلق إن ده انتهاك لحرمة الموتى، أو يعني مش بس من المدخل، مخالف للشرع والقانون، مخالف شرع القانون، بس في مدخل تاني برضه هو دليل على فشل اسرائيل برضه كمان، لان هو مرتبط. وبنتكلم عن ان اسرائيل من يومين ان هي اخذت 130 جثه من مستشفى الشفا. اسرائيل يعني تحتاج الى ان تقدم للعالم، للامريكان، للحلفاء حتى الغربيين، اي مبررات لماذا اقتحمت مجمع الشفاء. يعني هي تحتاج طبعا، هي يعني هي تسعى الان ان تقول ان مجمع الشفاء الطبي، طبعا في البدايه قالت انه هو مركز القياده والتحكم لحركه حماس، اوكي، لم تفلح في هذا الايه، في هذا الامر. خرجت بعدها قالت وجدوا جثه لاسيره اسرائيليه وبتاع بعد التحليل. فهو عايز يفترض ان ايه، ان الشيخ قد، لا، ما هو المنطق ان ممكن يكون اسيره كانت موجوده جوه المستشفى نفسها كانت بتتعالج. يعني لان وقد يكون الموضوع من الاساس كذب، يعني استكمالا لمسلسل الكذب، فان الدي ان ايه ده تابع لمحتجزين اسرائيليين كانوا موجودين في المستشفى. حاجه زي المشهد اللي هو نشره امبارح، هو نشر امبارح مشهد جيش الاحتلال الاسرائيلي بيعتمد على كاميرات المراقبه جوه مستشفى الشفا، ان كان في يوم 7 اكتوبر هو بيدعي ذلك، يعني ان كان بيتم نقل اثنين محتجزين داخل المستشفى. اوكي، ما هو ممكن يكون بتعالج، لان في النهايه حواليه اطباء، هو داخل المستشفى. طب اوكي، لو هو انت بتتكلم، احنا بنتكلم هنا على اكتر من 235 او اكتر، بنصل ل 241 اسير ومحتجز. طب لماذا انت خلاص المستشفى الشفا تحت سيطرتك، هم فين في المستشفى؟ يعني القصد هنا في ايه؟ ان هو يبحث عن، يحاول تبرير جرائمه، يبحث عن شرعيه لهذا الانتهاك للقانون الدولي تحت يافطة انه يحارب الارهاب، تحت لا يعني ما يحدث هو يعني تاني، هو ابشع جريمه او ابشع انواع الجرائم التي لم نشاهدها منذ الحرب العالميه. صحيح. جريمه اسرائيل في غزه 2023 تفوق يعني جرائمها في صبرا وشتيله او دير ياسين او غيره او بحر البقر، جريمه بشعه. طيب استاذ محمد، على جانب اخر في مشهد برضو يعني يدعو للتساؤل، وفكره انه حتى المنظمات الامميه الدوليه مش هنتكلم في انها مش قادره تقدم الاغاثه حتى للمواطنين في غزه، لكن هي حتى مش قادره تحمي نفسها ولا موظفيها ولا حتى يعني منشاتها. ما هذا المشهد يؤكد ان هناك خلل في النظام الدولي. في هناك قرار صادر عن مجلس الامن منذ 3 ايام بيدعو للوصول لهدنه انسانيه فورا، وان يكون هناك هدنه انسانيه، وان تصل المساعدات الى جميع مناطق القطاع. لم يطبق هذا القرار. يعني النظام الدولي في النهايه تحكمه مصالح القوى الكبرى، والقوى الكبرى الان لو نتحدث عن القوى الاولى في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه، لم تصل الان لقناعه انه ينبغي ان يتم الدفع لوقف اطلاق النار او الوصول لهدنه او وقف اطلاق النار الان وفورا. يعني ليس فقط لن اقول يعني لوقف الاباده الجماعيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكن على الاقل يعني ان ذات اصناف بقى يعني للحفاظ حتى على مصالح الولايات المتحده الامريكيه. تاني للتاكيد ان كما حتى اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان استمرار هذا الصراع يعني من الوارد في ليله وضحاها ممكن بالفعل ينتج عنه اتساع الصراع اقليميا على جبهات اخرى، يعني وتهديد حتى حركه التجاره العالميه، تهديد المصالح الامريكيه والمصالح الغربيه في المنطقه. يعني والمنطقه يعني المعنى من ذلك ان النظام الدولي هو تحكمه مصالح القوى الكبرى. طيب وفي النهايه يعني
قرار مجلس امن او منظمه الصحه العالميه قالت او الامين العام المتحد الامين العام للامم المتحده قال او اكد في بيانات او الاونروا في النهايه يعني مصالح امريكا او بريطانيا او فرنسا anyway مفهوم هي من تحدد كيف ستنتهي هذه الامور. طيب استاذ محمد، انتم في المرصد، قراءتكم ايه للوضع؟ تقديراتكم ايه لما يحدث في قطاع غزه ومستقبل القطاع كمان؟ خلينا نتكلم فيما يتعلق بالقراءه للوضع لما هو قادم. في التقدير الموجود انه الجهود التي تمارس الان للوصول لانجاح صفقه تبادل الاسرى والمحتجزين قد تكون بدايه حقيقيه بالفعل لتخفيف حده العدوان الاسرائيلي الجاري على قطاع غزه. لو نجحت، طبعا هناك مجهود مصري بالتنسيق مع الجانب بالتعاون مع الجانب الامريكي وبعض الاطراف الاخرى لانجاح هذه الصفقه. هي صفقه تبادل الاسرى تفرج حركه حماس عن عدد من المحتجزين، لما نتكلم عن المحتجزين المدنيين في البدايه من النساء والاطفال وغيرهم. في مقابل اسرائيل ايضا تفرج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين من الاطفال والنساء، مقابل هدنه انسانيه بتحدث من 3 أيام الى 5 أيام. خلال هذه الهدنه يتم ادخال او نفاذ المساعدات بشكل كبير وواسع الى داخل قطاع غزه. اعتقد لو تم النجاح مقدما في اتمام هذه الصفقه ستكون بدايه جيده لعمل هدنه انسانيه، لعمل هدن اخرى بعدها، ثم نصل في النهايه الى وقف للاطلاق.